يقول: نذرت إن رزقني الله بالذرية أن أذبح لله، وحددت ثمن الذبيحة، واشترطت ألا يطعمها أحد من أهلي ورزقني الله، وخفت من الشرط فاشتريت الذبيحة بأكثر من المبلغ المحدد، وأكل أهلي جزءا من هذه الذبيحة ولم يتعدى ذلك المبلغ الذي حددته عندما نذرت، هل علي شيء؟ نعم، عليك أن تتصدق بلحم قدر ما أكل أهلك، أن تتصدق بلحم قدر اللحم الذي أكله أهلك من النذر حتى تبرأ ذمتك منه. نعم.